شيء اخر باش نكونوا واضحين، حنا المغاربه فينا واحد القضيه كطيح البقره كيكثروا الجناوه، هادوك الناس في دار البقاء وهاد الناس اخويا هادوك كله واش كيقول شتي يقول لك راه كان حق عندهم بوطه في الطوموبيل، شتي يقول لك لا راه كانوا سكرانين وحدين اخرين داروا واحد الفيديو بداو داوين يقول لك حق لا الدراري منونسين ما منونسين زعما مش مكرين بين قوسين، ولكن هادشي ما منو والو. علاش داك الدراري كنعرفهم اصلا يعني ماشي من داك النوع ديال المخدرات، دوك الدراري اللي شنو الهوايه ديالهم هو الراجا كيعرفوا الراجا يبقاو داوين على الراجا باغي نمشيو نتفرجوا في الراجا، انا ودادي كاع مصاحبو معاتي يعني صحابي وكنعرفهم. ها هو مثلا واحد الدري ياسين مسكين بحالو تنبأ لداك الشيء سبحان الله العظيم راه الله ما كيكذبوش قال لك الموت كتعلمك ب 40 يوم والشي على ما بان لي انا، حيت تقريبا دابا واحد الشهر كان له واحد ستاتي قال لهم ستنتهي الحياه في 2018 ومسكين ملي طرات الحادثه طيح هو وجا واحد من الدراري اللي باقيين حيين جا باغي يعتقو شتو من يدو كيقول لي انا عاونك انا عاونك كيقول لي سير هرب صافي سير هرب انت انا تهرس من ظهري. شو مسكين قال لي هادشي انا حلمت به البارح وشو مسكين يعني صافي كيشوف راسو هذاك الشيء اللي كان بغى يحقه ملي تهرس من دارو مابقاش غيحقه واللي كتبان لي صافي يعني قدر الله صافي غيموت مسكين وقدر الله عليهم هادشي اخويا اش نقول لك والله يلطف بهم الناس اخويا والله يهديكم وحشموا شويه لعاراتكم ورا الناس ميته والناس مألمه والناس الله اللي عالم بها تشوفوهم تبكيو وانتم مازال كتقولوا لهم واش جيو تواسيهم تقولوا لهم شي كلمه زوينه كتقول لهم ولدكم كان فاعل كان تارك محشوماش تقوا الله شويه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.